بنوقف التليفونات كلها بتاع سايلنت لما في البتاع اللي انت بتسجل منه ده سايلنت. من هو او من هي اشهر شخصية في العالم غير الانبياء والرسل؟ عشان ما تجيش تقول سيدنا محمد خلاص. غير الانبياء والرسل. لا. انا ما حددتش. من هو؟ عمر سيدنا عمر والصحابة. شيلوا شيلوا غيره شيلوا خلاص الصحابة هنري هنري بتاع سيدنا أحمد. هنري بتاع هنري؟ كان ده ما يعرفش هنري فهنري ما ينفعش. يلا أديسون. أديسون حد يعرف أديسون؟ عرفان؟ لا أنا مش عايز ما أعرفوش. ميسي. إيه؟ ميسي. أنت؟ هتلر. هتلر كويس. فرعون. فرعون. صدام. دكتور هاني. أي عالم؟ دكتور هاني البنو. لبسني عمة. حبيبي بشار الأسد. هذا مش نعرف كل يعرف. برضك ها. ترامب ها. بشار الأسد. حافظ الأسد. علي الأسد. نانسي عجرم. نانسي عجرم. نانسي عجرم. الله. لا أنا بقى لا تروبي. انا بقول لك المشروع انت بيتك الشهر. ها مين؟ خلاص خلصتوا؟ غاندي. غاندي كويس. ها نيلسون مانديلا. نيلسون كويس. ها عبد الرحمن السميت كويس. كل واحد فينا بيجاوب على السؤال ده من خلال معرفته ها المحدوده اللي على حسب تعلمه وعلى حسب ثقافته وعلى حسب قيمه وقيمه. انا هعدي ثلاثة مش هكمل هجاوب ولا بعد كده والاجابة هتطلع يا كلكم عارفين كل ده صح بس مش صح. واحد اثنين جحا كويس ده اخر واحدة. مفيش حد بعد جحا. طب ادينا اي مسألة. مش هديك ولا لا لا مش هديك ولا هديك ولا هو مسألة وخلاص الجواب عليه ما تجاوبش عليه. ابي. طب كويس. أشهر شخصية ها؟ أشهر شخصية يعرف من كل المخلوقات بتاعت ربنا هو ها؟ هو مين؟ الذي يحب الله. واخدين بالكم؟ فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إنني أحب فلانا. فينادي جبريل في أهل السماء. مين بقى أهل السماء دول؟ نعرفهم كلهم؟ لا. كم مليون ولا كم بليون عايشين فوق بأرواحهم؟ أحب فلان أو أحب فلانة. ممكن يكون فلان أو فلانة. شفت الأمر بسيط إزاي؟ فيحبوه. ينزل سيدنا جبريل في الأرض. ينادي أهل الأرض فتوضع له أو لها درجة. شفت بقى احنا ماشيين في فزلكة ازاي؟ وميسي وكريستيانو رونالدو ونانسي عجرم وايفاء وروبي وكوكو وبوكو وهي بسيطة جدا. ربنا حبك عرفك خلائق انت ما تعرفهاش وحبتك خلائق انت ما تعرفهاش. درجة القبول دي الواحد يخش في مجتمع او في حارة او في بيت الناس بترحب بيه من غير حاجة. انا شفتك قبل كده احنا قابلنا فين؟ ما قابلناش بس قابلنا لان ربنا اراد لمثل هذه الارواح اللي هي جنود مجنده انها ترتقي. وده ايه؟ اشهر الشخصيات واحب الشخصيات الى الله سبحانه. احنا يومنا النهارده هينتهي الساعه 5 ان شاء الله وكان المفروض نقسمه لاربع جلسات. انا ما عندي مشكله كل حاجه عندي متحضره. فالأولى احنا لما نتكلم عنها انا سمعت كلمه امبارح عن الاحباط ها فلذلك انا غيرت وكتبت دي الورق ده كنت كاتبه معايا فعملت البرزنتيشن دي امبارح عشان ايه حكايه الاحباط دي ما تجيناش ابدا يعني. وعندنا اللي هو سلوك الشخصيه وعندنا تفكير الاستراتيجي وعندنا حاجات كتير قوي يعني.
لكن انا كنت بقول بقترح عليكم لو احنا في فتره بتاعت بعد الظهر نجلس نناقش مع بعض شيء احنا ممكن نعمله مع بعض. طرح ليكم لو قلتوا اه هننفذه، ما قلتوش اه هكمل ايه الاغاني اللي انا بغنيها. وبعدين بعد كده هو لان العمليه ما ينفعش نقعد مع بعض ثلاث ايام وما نبتديش نطلع ماذا بعد، هنعمل ايه مع بعض؟ بعد مع بعض. فانا هبدا في الورشتين بتوع الصبح او الكلمتين بتوع الصبحيه دول هم دلوقتي. ولو انتوا عايزين نتقسم لاربع خمس ست سبع مجاميع وتتفقوا زي ما سيدنا عمر قال لابنه ايه؟ لما اتفقوش اعمل فيهم ايه؟ اقفل عليهم الباب. انا هقفل عليكم البيبان هنا عشان نتفق، خلاص؟ انا ما عنديش مشكله، عايز نكمل ثلاث محاضرات كذا انا ما عندي مشكله، بس انا مش عايز ايه؟ كتر المحاضرات بيخلي الانسان يمل المحاضر ويمل الايه؟ الامر. تفاؤل. حذاري. ده الصراحه. حذاري ألا نتفائل. التفاؤل جزء من الإيمان. التفاؤل ركيزة لبناء المجتمعات. التفاؤل أداة وآلة من أدوات وآلات التغيير. التفاؤل ضد المرض. التفاؤل ضد الهزيمة. اللي كان إيمانه ضعيف يتشائم ويتطير. تفاءلوا بالخير تجدوه. يبقى دي أنا بتكلم في دي في الأول ليه؟ لأن إحنا مش عايزين نشيل كلمة التفاؤل من أي ظرف أو أي وقت أو أي شيء يواجهنا. لأن هو جزء من إيه؟ من الإيمان. جزء من الإيمان. ما ينفعش أكون مؤمن مش متفائل. مهما كانت الظروف. مهما كانت الظروف. مهما كانت الظروف. عربية. هنا علشان إحنا في بعض الحاجات هم كتير هم 40 أو 50 نقطة أنا كتبتهم. ممكن تكتبوهم أو ممكن نبعت لكم الكلام، مفيش حاجة تتباع بفلوس هنا. أول شيء في التفاؤل تكون واقعي. واقعي، أنا إمكانياتي إيه؟ زي ما قلت أنا كان بقى الإمكانيات والقدرة والحاجة. واقعي وما ترفعش سقف التوقعات. والله إحنا بكرة هنعمل حاجة هنغير، ما فيش حاجة بتتغير في 180 درجة في يوم واحد. لا الطفل بيخش الجامعة ما ينزل من بطن أمه. ولا البذلة بتطلع ثمرة لما نحطها في الأرض. يبقى إحنا مخنا اتقلب. مخنا اتقلب. مخنا اتقلب. بذرة هتطلع لي بلحة بعد نوالة البلحة هتطلع بلحة؟ مش هتطلع. لكن في المجتمع بقى عايزين نغير كل حاجة. ما ينفعش. إذا كان الأرض اللي هي تعتبر من الجماد بتاخد وقتها عشان تطلع الثمرة. يبقى الإنسان اللي أنت عايز تغير مخه وفكره وعقله هتغير كده؟ احنا عملنا نغير، احنا نعمل ثورة. يلا بكرة، ايه بكرة دي؟ شفت بقى؟ سقف الطموحات دي ما تتفعش الحاجات ما تقدرش تتحققها. لازم نحدد هدف ولو بسيط. لازم. ما نمشيش كده عمي. أو متخبطين. حتى لو كانت الدنيا ضلمة. حتى ولو كانت المجتمعات متغيره كده، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ اذا كانت الساعه تبقى لكم وسيله فلا زعل. لما تقوم الساعه الدنيا ماشيه يمين وشمال وفوق وتحت، مش بطبيعتها، لكن مع ذلك الرسول بيقول لك اعمل، يعني ازرع. تشغل نفسك باللي انت بتعمله. مش باللي انا بعمله. شوف هي بص خرجت عملت ايه؟ طب انا مالي بيها؟ انا عملت ايه؟ ربنا مش هيحاسبك عليها، هيحاسبك عليك. ربنا مش هيحاسبك عليا انا، هيحاسبك على نفسك. واقعد اضيع نص وقتي او ثلث وقتي او ثلاث ارباع وقتي، شوف قال شوف
شوف بدل ما شوف قال اقول ايه ربنا عليه واقول اعمله انا عملت بقى ولا قلت شفت يا ربنا بقى زومبا كده والحاجات دي كلها ها لما اغضب حاول كنترول ما يصير لان القوي ليس قوي ايه بالسرعه بل قوي ايه من كتب ده وده مش سهل لان في الاخر ايه تربيه نفسيه للفرد نفسه سهل ساعات الانسان ما يتحملش فينفجر اعمل مبادره ورا زي ما انا اتكلمت امبارح مين اخ اللي قال 4000 جمعيه موجود معاك ولا مش موجود مش موجود مش مشكله اعمل اي مبادره اي مبادره ولو بسيطه لم الزباله نظف شبابيك اللي جار قول صباح عدي على السوق زي ما سيدنا احد الصحابه كان بيعدي على السوق يقول لهم السلام عليكم مش عارف مش فاكر بس الصحابي كان بيخش السوق بيقول كان بيقول حديث كده السوق للتجار الى اخره حاجه بسيطه بسيطه تشغل نفسك بيها وكره التلج بتبدا قد كده تبقى كده لما تنزل اصلا على المجتمع وتهدم بيوت المجتمع تتدحرج 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 تنزل تحت تلاقي احنا بتلاقي 50 60 100 بيت بس لما بدات بدا السؤال كده زي الغابات ما بدات بالبذور والجبال ما بدات بالايه؟ بالزلط والصحراء بدات بالرمال او بحبات الرمال. اي مبادره بسيطه تتعمل عشان ايه؟ تشغل نفسك، مش هشغل نفسك هخش ايه؟ في مرحله التشبع. طبعا ان شاء الله افشل 100 مره. مين اللي قال انزل؟ الانزل ده اللي بيقول جرب 999 مره وما نجحتش والمرة الألف نجح وهو قال لي أنا ما فشلتش أنا جربت أنا جيت أتجوز ثلاث مرات وأربع مرات اترفضت لكن أتجوز ثلاث مرات اتجوزتها أحلى من إيه؟ أحلى في الروح أحلى في الروح عارف مش كده؟ خد بالك مش عيب إنك تفشل مش عيب إنك تتغلب مرة واثنين وثلاثة إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ما 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 الصحابه اتحزموا في غزوه احد ويوم حنين لما اختاروا بنفسهم اذا عجبتكم قصتكم لكن لما رجعوا الاصل المساله انتصروا وهكذا فلذلك الفشل مش معناه فشل او اللي هو عدم النجاح في تجربه معينه مش معناها فشل ليه؟ ما لازم يعني انا عمري ما عملت حاجه في حياتي ونجحت فيها من اول مره والحمد لله نجحت بعد كده الدكتوراه سقطت فيها سقوط زي الزفت وشنيع وبعدين نجاح الجواز اللي قلت لكم اهو العربيه لما جيت اعمل اللي هو الرخصه برضك اربع مرات ولا خمس مرات سقوط مش ممكن ونجحت وما بسوقش العربيه دلوقتي فلازم مش عيب ان انا افشل مش عيب ان انا ايه اسقط في تجربه او حاجه زي كده لازم يكون لنا يومنا مقسمينه لساعات معينه لما انا كاتب ان هو لو ساعة للقراءة للعبادة للتفكر للعمل للمجتمع للعيلة للرياضة وغير كل واحد فينا يفكر زي ما هو عايز بس لازم يومي ما يعديش كده من غير ما ايه؟ ما انا استفيد من يومي لان يومي لو انا ما استفدتش منه هيطلع قدام ربنا يوم القيامة يزعلني شوف انا فاضي ما عملتش فيا حاجة فيوم اسود ما فيش حاجة فيه اي انتهى فيه ها؟ فلازم انا احدد يومي لازم اتعاون مع اللي حواليا وده بقى المشكله اللي عندنا في القضيه الجمعيات السوريه اتعاون مع كل الفصائل المجتمعيه مجتمع ما بيتكلمش من لون واحد عمر ما كان في مجتمع في العالم حتى مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع النبوه ما كانش لون واحد كانش لون واحد ابدا بس القائد استطاع يجمع كل هذه الاطياف ويعمل منها مجتمع واحد لابد ان اتعامل مع الجميع وايه واجذب الجميع لهدفي واتشارك مع الجميع في بناء الوطن وبناء المجتمع فكلمه التعاون والتشارك دي زي ما احنا بنتكلم عنها من يوم واثنين وعشرة وما بنتكلم عنها من سنين أصبحت من المعروف من الدين بالضرورة في بناء المجتمعات وبناء الدول والأوطان. كل أطياف المجتمع ولا استعلاء.
فيها لطيف على طيف. اعتز بإيماني وأحول إيماني لقيمة مجتمعية خدمية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة كانت بتقول والله إن الله لن يخذلك أبدا أبدا تكفر الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتتعد على قوائد نوائب الدهر وتصل الرحم. شوف خالته من صلة الرحم للجيرة وما كانش لسه رسول صلى الله عليه وسلم. فدي شخصية، هذه شخصية العامل المجتمعي الذي تمثلت في قول سيدة خديجة رضي الله عنها في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفت كيف يبنى المجتمع من حديث أو كلمة بسيطة قالتها امرأة لا خرجت من جامعة دمشق ولا جامعة لندن ولا جامعة القاهرة ولا جامعة أي حاجة. حذاري أن ننفصل عن الآخرين في محاولة بناء مجتمع. الصديق يقول لك استقل، يعني مين أنا مصدق مين؟ صديق الايه؟ الحديث عليه الصلاة والسلام اللي هو كحامل المسك مثل الجليس الصالح. جليس الصالح حامل المسك صديق والجليس الصالح. أيوه أنا همشي مع كده حبقى كده، همشي مع كده حبقى كده، همشي مع كده حبقى كده، على حسب أنا مختار إيه ليا أو لأولادي أو إلى آخره. دايما يكون عندي طموح في العمل الخير والعمل المجتمعي. يعني لما بدأنا الإغاثة الإسلامية من 33 سنة ما كانش عندنا مكتب. أهو بقول لكم، بقول لك أهو يا بنفسي، قول لي إيه؟ يقول لي ايه يا بنفسك؟ ها؟ لا مكتب ولا كرسي ولا تليفون ولا فاكس ولا اي شيء. لا مش يعني بدأنا الشغل بحاجة بسيطة. وين؟ بس خالد كام؟ خالد 34 سنة السنة دي. عمر المجتمع ما بتبني عشان في واحد ملهم كده عمل تك صحي من النوم قال لك تك، قلت له قلت لك تك وتك توك تبقى تكتب. عندك دكتور سوريا مافيا انتوا متقدمين، انت دور متقدم ما فيش طرطيره ابدا في طرطيره. فانا وكان تك خلى كل الناس تبقى مسلمه في يوم واحد بالتك. لكن ليه القران نجم في 23 سنه ونزل على قضايا معينه ومشاكل وكذا ومختلفات وصحابة اختلفوا؟ يعني لما قال السيدة سيدنا بلال يا ابن السوداء وبلك امرؤ فيك جاهلية، كل الحاجات دي كانت بتدور صحابة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفيها يا أولادنا آمنوا آمنوا، يعني بس مش فما نتكلم عن حاجات زي كده مفيش حاجة ها بتتعمل مش عشان تضحى. ولابد نبني المجتمع ونطلع للطموح في الآخرات بتاعنا. طيب نتعلم من اللي قبلينا، لازم مسلمين غير مسلمين نتعلم منهم. أنا ليه رحت بريطانيا عشان أتعلم الطب؟ لما كنت أقعد في مصر أتعلم الطب. طب عن طب، ده طب وده طب. وغيركم اللي بيروح أمريكا واللي بيروح فرنسا واللي بيروح بلجيكا واللي بيروح كذا وكذا وكذا وكذا. تعلم اللي حواليك. احنا اللي عملنا، احنا مين؟ مش انت ولا انا؟ خرب كل الدنيا مش كده؟ روحك؟ طبيب. كنت طبيب يعني. فكان بيبنوا مبنى هم المدرج، الرئيس هنا في المدرج. مين اللي حطوهم دول؟ اللي هو بقى المسينا. لما دخلنا في البتاع دي لقينا اسماء العلماء دول اللي سطروا العلم من حروف من ذهب. مش ان عايز يتبنى اسمع الكرسي، لا. على كرسي فلان وفلان وفلان. انا بقى هاني البنا هعمل ايه؟ جدا ما كان الليل في شيء الا في شيء الا طبعا ما كان كده حتى شيء وانت بشين بالك وهكذا. يعني فانتوا يصلحوا لي بما انكم اعاجم ونحن العرب اشباه عرب او انتوا اشباه عرب، اما انا العربي واللغه بتاعتي متقدمه على العصر. ولذلك انا وقعت اعرف بناء علي تصححت. تمييز
لا 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 الاثنين مختلفين. انا بس حطيت الشده دي احفر لك بيت. اللين والشده ده صفه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللين طبعا مش الشده. فبما رحمه من الله انت لهم لو كنت فظا هذا القلب لانفضت منه. اما التواضع فسلوك سلوك يعني بيمشي مع اللين. الشده يعني حينما يتشدد الانسان على المجتمع يفرض منه عقل المجتمع. لكن ما فيش مانع انك تكون حازم. حازم ما فيش مشكله، بس حازم مع تواضع. وحازم مع لين، يعني مثلا ايه؟ خدنا قرار ايه؟ في حازم خلاص نعمله. واخونا ضد القرار ده رغم ان الناس محاضنه وبايسه ومزغزغه، واخد بالك؟ افكه. واخد بالك؟ وما حسسوش ان انا القرار الحازم ده بيبقى بيكسر من شخصيته او من قدرته. واخد بالك؟ ان هو لازم يكون في حد، لان في الاخر في المجتمع لابد شخص ياخد قرار حازم. لابد ان نتفق على قرار لو المجلس معايا مش متفق عليه وفي في رؤيه معينه هاخده بس، وانا بتعامل مع الناس في تطبيق هذا القرار الحازم اقول الناس طب هم عملوا فيها كده امبارح ويعني فسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوا السيده مريم عليه السلام وسبوا 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 خلق الرسل دي وده ودول ما نصنفش حد. احنا بنتعامل مع المواطن انا عارف الكلام ده مش هيكون على رغبه الكثير، لان ساعه التغيير الانسان بيتقوقع مع من يعرفه مش غلط. لكن ما انفصلش لو انا عايز ابني مجتمع بقى ما ابتديش بقى اقول انا مش هتعامل مع الجماعه دول عشان اصدور كذا، يمكن هم فيهم حاجات احسن مني، مش هتعامل مع دول عشان كذا او كذا او كذا او كذا. ازيك ربنا سبحانه وتعالى في القران مش قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اللي هي الأسيرة. تعملوا الطعام على حبيه. إيه. تعملوا الطعام على حبيه. الأسير من هو الأسير؟ أنت حط أسير في حتة، حط حبيه في حتة. أنا بكره دي كتير جدا ليه؟ لأن حصل النقاش ده وإحنا في أيرلندا يمكن من 10 أو 15 سنة. وكبير الأساقفة اللي هم الأيرلنديين الكاثوليك الانجليز الانجليكان قال لي انت متاكد ان الحب ده قال على حبيه؟ شككني في الايه. ما كنتش حافظ انا القران. فاتصلت بالتليفون بواحد في المكتب قلت له يا فلان عبد الجبار قال لي قلت له قال لي كذا قلت له فيها حبيه؟ قال لي فيها حبيه. رجعت له كان في مؤتمر صحفي قلت له ايوه على حبيه ما هياش وظيفه. ما هياش وظيفه وعلى حبيه شئنا ام ابينا. شئنا ام ابينا ده كان ربنا. انا مش قادر ها على حبي يعني على حاجه الطعام ويصير مثلي ويصيرون على امر الاثار. اي نعم الاثار والحب والحبيب. الاسير اللي عندك ان انت بتحبه وتطعمه وتاخده تتبعه او كذا او كذا زي ما بيحصل دلوقتي في كل الاماكن في العالم. تحويل النقد السلبي لطاقه ايجابيه طبعا زي ما احنا قلنا في الاول يعني مش كل حاجه انا بعملها غلط تمسكها لي او تمسكها لي يعني اقول له تعال نعمل الصح بدل ما اقول له انت عملت غلط. قدوه ازاي هكون انا قدوه لمن حولي؟ ازاي كيف سأكون قدوه لمن حولي؟ بالعلم ها؟ بالعلم بالعلم ها؟ بالصدق بالاخلاق بالعمل بالعمل بالمبادره بالتواضع بالتقوى ها؟ بالتقوى ما اعتقد ما حدش هيشوفه بس التحول ايه؟ ها؟ بالافعال بتاعتنا وهكذا بالخدمه ها؟ باللين ها؟ مش بالغلظه وبالشده وبالنفور وبالصدام الى اخره. دايما نفتكر نجاحات الاخرين. انت عايز تخش في حته تنجح فتبص نجاحات الاخرين نجحوا ازاي؟ ازاي الناس دي نجحت؟ ازاي اليابان خرجت بعد الحرب العالميه الثانيه ومدمره ونجحت بقت من اقوى الدول في العالم اقتصاديا وكذلك المانيا. وازاي في بعض الدول دخلت سرقت التكنولوجيا بتاعت المانيا ونقلتها لبلادها واصبحت هي متخلفه عن المانيا دلوقتي اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا. بس اصروا ازاي سنغافوره اللي هم 3 مليون ولا كذا ولا 4 مليون اصبحوا دوله من الدول المهمه في العالم. ازاي ماليزيا
بعد ما كانت دولة فقيرة معدمة في الستينات تحولت إلى أعلى النمور التسعة اللي في جنوب شرق آسيا. دي نجاحات زي نيلسون مانديلا حافظ على الأمة بتاعته بأنه تغاضى عما سبق. بالك اللي هو بيسموه ايه؟ التصالح الوطني المجتمعي، وده حصل في جنوب افريقيا وده حصل في رواندا. في رواندا في اقل من شهور قرابه 1,000,000 واحد اتذبحوا ذبح. مليون ذبح. ها؟ وعملوا التصالح بينهم بعض، اصبحت رواندا دوله ايه؟ وسموا استقلال الان في ليبيريا كذلك الى اخره. فلما ننظر لمثل هذه النجاحات صحيح هي سالت دماء كتير. لكن خلاص احنا ننتقل بالمجتمع الى مرحله اخرى لنبنيه معا، لكن لو هنعيش في الماضي عمرنا هنتحضر الايه المستقبل. تعلم من اللي حوالينا كلهم بغض النظر مين اللي بيعلمك. انا كان دايما واحد قريبنا الله يرحمه، الراجل كنا مسمينه عبد الفتاح صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، راجل طيب وكريم وكان اكرم مننا. كان ما يخش هنا البيت وهو في حالته يعني البسيطه الا وفي ايده هديه. ان شاء الله تكون الهديه دي حزمه جرجير او حزمه وهو محتاج. كان يقعد جنبي يعلمني، كنت اقعد جنبه استمع اليه. شوف مين بيعلمك، المهم تعلم ايه؟ حكمه ظلت المؤمن. دور عليها. بواب، مزارع، فلاح، سمكري، هو لازم يكون استاذ جامعه؟ ولازم يكون شيخ بعلمه؟ لا، في ناس مجتمع مليان ناس، وكل واحد مجتمع عنده تجارب، مش عندي انا. فانا يعني التجربه اللي خدها اللي خطيها حضرتك خدت منك 30 سنه، انا هاخدها منه خمس دقائق. لما استمع عليه، بغض النظر هو مين؟ من ديني، من مش من ديني، من ملتي، مش من ملتي، من بلدي، مش من بلدي. فقير، غني، متعلم، مش مشكلة. دي مش المشكلة. المشكلة إن أنا أتعلم منه. ها؟ أتعلم الإيجابيات عشان إيه؟ أتفادى السلبيات. أتعلم من أي حد. لازم يكون لنا قدوة أحتذي بيها. في ناس بتحط أي حاجة قدامهم، بس أنا على الأقل قدوة أحاول أكون أصل إليها عشان أكون زيها. طبعًا الإسراف مش قاعدة من القواعد. انا كان في الحلال، الاسراف في الحلال بيقربنا الى المكروه ثم الى الحرام، مش كده برضك ولا ما فيش؟ انا مش فقيه. تفضل. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: لا خير في الاسراف ولا اسراف في الخير. ولا يعني ممكن نسرف في الخير؟ الخير بابه مفتوح، لكن ما يعني مثلا ثمن سيجاره اسراف ولو ليره. ايه ثمن سيجاره اسراف؟ سيجارة يعني سيجارة. بس انا ما بتكلمش عن السيجارة، لا يعني هذا، لا اتكلم على الاكل. في الاسراف، في الاسراف دي ناحية لحمة، خضار، رز. لان السيجارة عند بعض العلماء مكروهة وعند الاخرين محرمة. مكروهة سيجارة واحدة بس، لكن مكروهة مو تكرار. المهم، فالاسراف في اي شيء حلال زي ما احنا عارفينه. اخر حاجة اذا عملت عمل فضل. انا بس قلت ال 40 نقطة دول ولا 30 نقطة دول ليه؟ علشان احنا ننشغل ببعضها فنقاوم ما يسمى باليأس او الاحباط الى اخره. انا تقريبا كده خلصت. الساعه كام دلوقتي؟ 10 ل 5. النص ساعه اللي جايه انتوا هتتكلموا فيها، هتضيفوا على هذا، لان انا مش محاضر. خلي بالكم، انا مش محاضر، مش بتاع نظريات. وما يبقاش عندي هنا 50 60 واحد في الغرفه وانا اقعد ابني عليهم طول النهار والليل. غلط. لابد كل واحد فينا يطلع ما عنده من شيء يفيد كيف نصنع التفاؤل. يعني اي تجربه منكم تقولوها نستفيد منها احنا، عشان ما يكونش المتحدث هنا هو صاحب كل شيء يعني. لكن حد يجي يقول لنا كيف نصنع التفاؤل؟ تفضل. رجل او امراه؟ تفضل. حاضر. كيف تصنع التفاؤل؟ عندك تجربه معينه لينا احنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا تعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام أن أكون دائما البسمة والتفاؤل. قال عليه الصلاة والسلام: تفاؤلوا بالخير تجدوه. الإنسان المتفائل أكيد له قاعدة قوية دائمة. التجربة. والتجربة أني دخلت السجن، ولكن ما انقطعت داخل السجن بفضل الله سبحانه وتعالى عن تعليم القرآن، حتى كنا في منفردة، المنفردة لشخص واحد، لكن من ضغط المعتقلين صاروا يدخلوا اثنين وثلاثة وأربعة. فأكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الضيق والعتمة أننا نصلي خمس فرائض كل يوم بنفس المكان. علمت القرآن، علمنا الأحاديث النبوية، وما انقطعنا عن التبسم داخل السجن ربما بكل المآسي بفضل الله. يعني التواصل مع الله سبحانه وتعالى لم ينقطع عنه، سواء في الذكر أو في الصلاة، بالرغم من الظروف الصعبة اللي هو كان عايش فيها. تفضل. لا تجربتي أنا وقت طلعت من سوريا كان عندي هيك أمل، وكان عندي تفاؤل إنه الله رح يعطيني شيء كثير كبير بتركيا ورح يوفقني، مع إني ما كنت بعرف حدا ولا حدا بيعرفني ولا عندي أي فكرة شو بيساوي. طلعت ضليت شهر ونص قاعد بلا شغل، اشتغلت بمطعم، اشتغلت بمعمل، وما قدرت أكمل لأنه أنا ما كثير كنت مدعوك ببلدي. تخيلوا إني أنا كنت رايح على مكتب الطيران لأرجع أحجز وأرجع على بيروت، تمام؟ وكان ضايع جوازي، كان مو جوازي، ضايع دفتر الجيش، ويعني الوضع كثير صعب، بس خلص حطيت ببالي بدي ارجع، انا ما عاد اقدر اتحمل العيشه هون. قبل ما اروح على المكتب كنت من شي اسبوع باعت سي فيتي لمنظومه وطن مشان اشتغل فيها. فانا فايت على عند الموظف بدي اشتري البطاقه، جيت بدي ادفع لها حقها، واذا بتصلوا فيني بيقولوا لي عندك مقابله بعد اسبوع. فطار علي طبعا، انا حملت حالي وطلعت رحت على المقابله وتوظفت. الشاهد من حديثي انه انا بهي التجربة تعلمت انه انا حاطط ببالي وعندي ثقة بالله انه بده يوفقني، لازم ضل حارب لاخر لحظة، ما يقاس بعد شهر وشهر ونص وقلت ارجع، لا لازم ضل مستمر، ضل مستمر، ضل مستمر، لانه الخير رح يجي بالنهاية، ومثل ما بيقولوا ما بعد الصبر الا الفرج. فهي التجربة تعلمت. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. انا عايز حاجة تجربة عملية، جزاك الله خير، شاب صغير وممتحن في حياته، دخل في مكان ضيق، انا ما بحبش اكرر بعض الاشياء. ربنا يمتحنك في الخير بعد كده. اي تجربه ثانيه، تجربه التفاؤل او اي اضافه؟ انتوا هنا يا شباب مش عشان انا اتكلم. انا ما بنتكلمش كتير. انت رفعت صبعك؟ لا. اتفضل. لا لا عشان انا في عندي تجربه قصيده، اذا سمح عن التفاؤل كله. لا طب خلي التقصيره دي في الاخر، انا عايز تجرب في الاول. عندي تجربه. حاضر. طب بسم الله الرحمن الرحيم. وجه الكلام اليوم انت على جنب عشان التلفزيون. طيب انا عندي تجربه، وصلت في المحاماه لسن التقاعد تقريبا، قبل التقاعد بكم سنه، قلنا خلاص يعني ما بقي عندنا غير كم سنه ان شاء الله بنرتاح ونقعد، وعندنا تلاميذ، صارت الثوره، انخرطنا بالثورة طبعا، فقدنا كل شيء، ما بقي عنا شيء أبدا، بيوتنا، معاملنا، معامل أولادنا، مزارعنا، سياراتنا، ما بقي شيء أبدا أبدا. اضطريت أنه طبعا بدينا نشتغل في العمل الإنساني، في خدمة النازحين، في حلب بدينا خدمة النازحين، فتحنا مدارس، فتحنا مساجد، تعودنا أنه نشتغل مجانا بالله تعالى بشكل بدون دخل، والله سبحانه وتعالى في معنا شوية مبلغ بسيط نشتغل عليه ونصرف منه. لما وصلت لعندك قلت بدي أفتح مدرسة، والمدرسة نساعد طلابنا السوريين، ومدرسة خاصة نتنقى منه مبالغ بسيطة نقدر نمشي فيها أمورنا ونعيش. فتحنا المدرسة، كلفتنا كل رأس مالنا اللي كنا مصمدينه البسيط. المهم قررت الحكومة التركية إغلاق المدرسة، احتسبنا عند الله سبحانه وتعالى إنه إحنا علمنا 400 طالب واستمرينا في هذا التعليم مجانا بدون شيء. الحمد لله رب العالمين، صار أدخلت أكثر من 450 طالب من الجامعات التركية، ساعدتهم، كانوا منقطعين عن الدراسة نهائيا، ساعدناهم إنه يدخلوا، ولازلنا نشتغل مجانا في جمعية الأمل لإبراز سرطان في الاتحاد كل شيء.
والله سبحانه وتعالى أبيسر هاي التجربة. ربنا يبارك جزاكم الله خير. طبعا هم بيتكلم عن تجارب عملية مش حاجات نظرية. الشاب اللي خرج اللي أخونا اللي ربنا فتحه في مكان سيدنا يوسف عليه السلام، بس مش المكان الأول بتاع النساء يعني. النساء ده تعرف إن فتنة المكان النساء بتاع سيدنا يوسف أشد من فتنة السجن بتاع سيدنا يوسف. هيسألني إيه لي أنا؟ لا لا مش هسألك. هيخش بقى وراجل قدامنا. ممكن أضيف إذا كنا معلش. حاضر. خليك أنت بس الآخر أنت على المنصة. أنا دايما بخلي المنصة تتكلم في الآخر. عشان ما يكونش فيه تحيز للمنصة. نحن يعني عدم الانحياز. ما انت منصة. لما انت على منصة يبقى تفضل الشعب. تفضل الشعب. تكلم الشعب. الشعب هيتكلم. السلام عليكم. طبعا انا الله اكرمني واستقبال الدكتور هاني بنا بالمطار. كنت بعرف انه الشخصية اللي راح استقبلها مهمة. وانا في منظري شاوي درويش. فطلعت معه بالسيارة. توجه إلي بشكل مباشر الدكتور هاني البنا فقال لي هم عملوا الحرب في سوريا ليه؟ لم أفهمها رغم أنني فهمتها وماذا يريد يعني بالآخر تماما. فعرجت عن الموضوع قلت له بالنهاية هذه بلاد الشام ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله منذ أن بدأت الثورة وما لاحق بها وما أشيل لها أنا متفائل بنصرها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في حد تاني يا شباب قبل ما نخرج من المنصة؟ تفضل. السلام عليكم. تجربة. أنا بدي أحكي عن تجربة مو تجربتي ولكن تجربة زوجتي يعني معلومة هي أقرب الناس اللي الموضوع التفاوت. طبعاً نحن كنا عايشين داخل سوريا بالغوطة الشرقية وهي منطقة محاصرة. بداية الثورة أنا زوجتي كانت غير تقريباً مبطلة يعني من ابتدائي صف السادس وعمرها 35 سنة بهذاك الوقت. ففجأة قررت أنا بدي أدرس داسة أقدم داسة. قلت لها ما لها تطلع بيد خلاص إيمان فكرة براسي. قال لا أنا بدي أتعلم بدي كفي تعليمي. قدمت أول سنة داسة الشهادة الإعدادية عنها ونجحت فيها الحمد لله. ثاني سنة قالت لي بدي أدرس بكالوريا. لأن هلا التاسع مشي حالها بس البكالوريا ما راح يطلع بإيدك. في عندك أولاد يعني في عندنا أطفال يعني كان عندنا 4 أطفال. قال لا أدرس وبنجح بكرة بتشوف. قلت لها أنت بالإنجليزي ما بتعرف في الألف من البي شلون بدك تقدمي أصلا؟ شلون بدك تقدمي لغة إنجليزي ولا فرنسية؟ قال بكرة بتشوف. بالإنجليزي ما في ألف وبي. لا يعني أبي. المهم قدمت بكالوريا ونجحت. هذا كله اثناء الثوره يعني. نعم. السنه اللي بعدها طبعا كان نحن في وكنا بوضع محاصر. قال في طبعا عندنا كان هيك جامعه فتحت بالغوطه الشرقيه هي تابعه يعني كانوا الائتلاف وهيك شيء. قال لي حادخل جامعه. لك قلت له حاجتك جنان هذا بدك تقعدي على البيت ولسه. قال لا بكره بتشوف. سبحان الله دخلت جامعه. وأثناء كل هذا الشيء عملت عمل يعني أنا ما كنت متوقعه أبداً. يعني اشتغلت كناشطة داخل الغوطة وكانت تساعد كثير يعني مجال الدعوة وحفظت القرآن الكريم. هذا الشيء كله وقت حق سبحان الله نحن جينا جديد على تركيا بس صرنا 3 أشهر بس. الإنجازات اللي ساوتها بالفترة الأخيرة أهلتها لهلأ حتى تكون بغزة عنتاب الحمد لله يعني مستلمة منصب جيد إحدى الجمعيات يعني وكله من خلال 5 سنين بس ما أكثر. الله رائع. نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن حاجتين مهمين في القضية بتاعت حضرتك اسمك إيه؟ وزوجتك أم إيه؟ أم هشام. مش أم هاني؟ أم هشام تمثل حاجة اسمها العزيمة والإرادة. ليه؟ كنز من كنوز المجتمع اللي هي المرأة هي أم وهي زوجة صح؟ وهي شريكة حياة لكن حبت يكون لها دور في تغيير المجتمع من خلال العلم فأصرت على أن تتعلم لكي تصبح هي جزء
من آلات التغيير في أي مجتمع تكون فيه. ما شاء الله. فديت بالذات القصة الجميلة بذكرني ست كانت كبيرة ولها دخل الجامعة. كانت هي مش حتى الابتدائية ما خدتهاش في مصر. دخلت وخلصت الابتدائية وخلصت الإعدادية وخلصت الثانوية ولادها اتجوزوا وخلف عايز يخش الجامعة بس كان عدت بقى 60 أو دخل على 70 وقعد قال بقى كفاية يا ماما عشان إيه؟ عشان لأنها حرمت ها؟ حرمت من التعليم وهي عندها قدرة على التعلم. لكن هي زي أم هشام أو السيدة المصرية دي استطاعوا أنهم يثبتوا إن المرأة دور حيوي إيجابي بناء في بناء المجتمع بناء الأوطان وبناء النهضة والحضارة. طيب تجربة ثانية شايف أخونا هنا أنا عايز التجارب دي ليه؟ لأن أنا عايز آخد من هنا استنى بس منفوخ شايفين أنا منفوخ إزاي؟ عايز كمان تنفخوني أكتر من كده أو بس كده بالعرض 2 3 متر ظبطوه 3 متر ها؟ لا ما أنا منفوخ لا منفوخ بالحب عجيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الحقيقة ما بدي أحكي تجربة مباشرة ولكن في أمر بالنسبة لنا في الشرع الإسلامي مش مجرد تفاؤل فقط بل لابد من اليقين بالمستقبل. يعني حتى الدعاء تدعو وأنت موقن وليس متفائل بالإجابة. فالدعاء لابد بعده أن يكون فيه يقين بهذه الإجابة. أنا أذكر أن أحد الأخوة في اليمن قرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار جنات. فهو الرجل متزوج من عدة سنوات ولم يأتيه أطفال فاتفق مع زوجته أن يقسموا الوقت بينهم خلال النهار وكل واحد يشتغل بالاستغفار. فيوم الجمعة بالذات قال فيه هو في ساعة إجابة فلا بد أن نقسم جميع النهار ولا يمضى ولا دقيقة واحدة. فهو أخذ جزء من النهار وهي كان يريحوا يعني يعملوا نبطشية أيضا فيستغفر ربهم في هذا الوقت. وفعلا لم يمض إلا شهر واحد ورزق بحمل. فيعني الحقيقة كان يعني مثال واقعي رائع على اليقين بإجابة الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر أنا أريد أن أنبه إلى قضية بأن الحديث تفاءلوا خيرا تجدوه ويستخدمه في الجذب. الحديث كل واحد مدى معين في الآخر ينجذب هذه لكن بالخير تجدون حقيقة. جزاكم الله خيرا. بس أعرج على المثل بتاع اليقين ده. كنت في أفغانستان في 2002 في رحلة يعني رحت في الأول قضيت الكريسماس في كويتا باكستان طبعا في الجنوب عشان دخلت المخيمات بتاعة الشمان وكندهار إلى آخره. وين خدنا الطيارة رحنا على كابل ولفينا بقى حبينا نحط قاعدة معينة إن إحنا نستطيع كعمال إغاثة أن ننفذ إلى كل الأماكن في أفغانستان دون أن يكون معنا حرس أو آلة. بالرغم إننا عرب وكنا في الوقت ده قالوا ما تتكلموش عربي لأخواتكم السيارة ما تقولوش إنكم باكستاني. كان معايا واحد باكستاني وأنا إيه بتكلم عربي. المهم بعد اللفة دي 10 أيام عملنا حفلة في المكتب وأنا طبعاً من النوع اللي أنا بحب آكل أي حاجة في أي حتة بتعمل لي أي حاجة في جسمي. فكانت كباب بالسوق وعدم الناس تتقيأ وتذكرت في الحمام صمتا العسل وتيقنت ان ربنا هيشفيني لو خدت العسل بنية الشفاء. فعلا خرجت شربت يمكن مثلا ايه انا احب العسل جدا 3-4 معالق كبيرة عسل كده ومع ذلك دخلت الحمام بعد كده وكذا وكذا وكذا. ومن كتر السوائل اللي انا فقدتها اصبت بحالة جفاف ورعشة. ده جنوب غطولي بثلاث الحفة
وحطوا عند راسي دفايه وعند رجلي دفايه وقعدوا يبكوا خلاص حيموت. اول مره زور المكتب في ايه؟ في كابر. صحيت قبل صلاه الفجر وكان شيئا لم يكن على الاطلاق. بل الرحله استمرت من كابل لغايه اسلام اباد 15 ساعه لم ادخل فيها الحمام الى ان وصلت اسلام اباد. تيقنت بالضبط زي ما الاخ ذاك ان في ساعه اجابه يوم الجمعه. انا تيقنت ان الله سبحانه وتعالى قال ان العسى هو فعلا كلمه كده ربنا في اعوذ بالله يعني تمام. المفروض ما حد يفتحش بقه في الحمام في الميكروفون الواحد ما يفتحش بقه في الحمام. يعني ايه يعني تناجيت مع الله سبحانه وتعالى ان انت الذي قلت ان في العسل شفاء فانا حاسس بالعسل متيقن ان في شفاء. في نفس اليوم ربنا شفاني وتواصلت في هذه الرحله لمده 15 ساعه او اكثر الحمد لله. شفاني. اي تجربه اخرى من اخوات فضلي تعالي هنا تفضلي عشان تواجه المجتمع بتاعك تفضلي لانه عندك للمستقبل واقنعيهم بكل شيء. السلام عليكم. بقوة. لا هي مو تجربة مداخلة عن التفاؤل يمكن هلا على صعيد الأفراد إحنا ضروري من التفاؤل هو شيء مهم لنستمر نتجاوز كثير أزمات خاصة الأزمات اللي إحنا نعيشها هي كبيرة وفوق صدعتنا. بس لما أنا عم أحكي عن منظمات هل هذا التفاؤل بهي النسبة هل هو مضر؟ لأنه أنا ممكن هي الجرعة الكبيرة من التفاؤل ممكن تحميني شوي عن الواقع لأنه الواقع مريء. ممكن بعد فترة اكتشف إني أنا وقفت أو انتهيت لأنه أنا مثلا كنت منظم بحلب وأنا متفائل مستحيل تتحاصر مستحيل كل شيء لأنه أنا حاطط مسلمات غير واقعية ومتفائلة. بعد فترة اكتشفت إنه أنا بس بدي أطلع أو أنا اضطريت أو أنا مشيت وانتهيت. هل أنا بحاجة لأنه أحس إنه قد يفقد الأمل لحتى استمر؟ حتى دائما ما في أمل. نحن نعرف إنه باليوم اللي راح تشرق فيه الشمس في الغرب هو مضى في توبة فهو يمكن لحتى شو ما صار بس الجاية أحسن. بس أنا على شغل على مستوى المنظمات هل المنطق بيقول لي إنه لا أنا لا قد يفقد الأمل؟ أنا مش عارف. أنا عندي لا اخونا ما اتكلمش بالعسل مع حد ياخد النهارده في الاوتيل بقول كنت بتكلم انت معاك بقول احنا تعودنا على نصف الملايين. طب ما فيش ملايين يبقى نصف مئات الالاف. ما فيش مئات الالاف نخش في العشرات. ما فيش عشرات نخش في الالاف. ما فيش الاف نخش زي ما انا عامل البتاع اللي هي اللي بتصور دي. عندك انت فكره عايز تنشرها على العالم ما عندكش امكانيات عندك تليفون وانت قاعد في بيتك انشرها. يعني مش كل شيء يعني المهم ان الامل ما تفقديه ابدا ابدا ابدا. امل حتى لو الظروف اللي حوالينا اصبحت بنسميها احنا بالانجليزي ميستي كلاودي ضبابيه ملزقه سودا كل الحاجات دي كلها خلاص ايه المشكله؟ انا هشتغل انا هشتغل انا مش هقف مش هبطل شغل. لو انا بطلت شغل يبقى انا مش متفائل. لو انا بطلت شغل بغض النظر عن ايه هو الشغل بسيط الشغل ضمن الامكانيات ضمن الامكانيات المتاحه. ولو مفيش امكانيات معاك ربنا انت اسمك ايه؟ صبا صحبا كمان صبا صبا دي من حر ولا صحبا شو معنى صحبا؟ الله 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 حضرتك اللي احنا عايزين ناخد منه ان احنا نعمل دائما مهما كان مقدار وقيمة وتأثير هذا العمل على المجتمع. لان احنا لو توقفنا عن العمل اللي بعدين هيجوا مش هيلاقوا اي خطوات. مش ممكن الانسان بيعمل طريق او بيعمل كوبري او بيعمل منشآت. انا بمشي في الصحراء وفي عراف بيجي يشوف خطواتي انا والغنم اللي انا ماشي معاه. انت ان شاء الله يكون شغلك هو الخطوات اللي هي في الصحراء اللي هيجي عراف يقول الطريق من هنا. مش هقول لك اعمل لي كوبري بقى ولا هات لي ولا هات طياره ولا هات عربيه ولا كذا ولا كذا. ده بعد كده هيجي بعدين بناء على الخطوات اللي انت مشيتيها في وسط الصحراء لغايه ما وصلت المدينه الثانيه. طيب اخونا عايز يتكلم وهو متحمس جدا.
ها؟ انت هتتكلم هوقفك ولا لا؟ الساعه كام معاك دلوقتي؟ الساعه 10 كده. طيب يبقى انا هاخد كنت تعليقك وبعدين تعليق كنت عشان اختم بيه. عايز تتكلم حضرتك؟ طيب ما بعرف اذا الدكتور بيوافقني بهالفكره. تمام. انا برايي انه الواحد لازم يضل مثل ما عم تقول متفائل وعنده امل، بس لازم يكون تفاؤله وامله بشكل عام. يعني انا مثلا بدي ادرس ماجستير، لاحظ انه انا بدي ادرس ماجستير بهي الجامعه، لا خلص انا بدي ادرس ماجستير بجوز بهي الجامعه بجوز بهي الجامعه بجوز بهي الجامعه، بس لازم يكون عندي امل وثقه اني رح ادرس هذا الماجستير، ولا يتحول الهدف انه انا بدل ما احول هدف، يعني يكون هدفي ماجستير يصير هدفي يفوت على هي الجامعه. لذلك على 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 العموم الواحد لازم يكون متفائل مشان ما ينصدم بشيء خصصه وما قدر يسطبه. أنا بس هديكم تجربة ثانية من حياتي الشخصية قبل ما أخش لحضرتك وبعدين لحضرتك وبعدين الشعر بتاعك. أنا أول مستشفى كنت بتدرب فيها حب، يعني كنت أنا ما عايش على حسابي لسه ما خدتش اللي هو الرخصة عشان أشتغل. فأحد المستشارين كونسلتنت كان جراح طيب قال لي ممكن نشغلك في الويك إند ويعني في نهاية الأسبوع ده ونديك أجر ظاهر. فرحت أنا أوي وده وارتفع فيها الحماس غير عادي. الكونسلتنت اللي هو المستشار اللي هو الرئيسه ما عجبوش ان انا ايه اشتغل. كلم اللي هو المسؤول المستشفى فلان الفلاني ايه ما يشتغلش. قمت قالع البلط وقعدت في البيت في الغرفه بتاعتي. ما كفاهوش هذا. يوم الاثنين واحنا مش بنمر على العيانين انا رايح معاه بتعلم يعني كطالب الى اخره يعني. هزقني امام الملا كله. يعني واحد كسر نفسيته. وكسر كذا وكذا 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 الى اخره. يعني ده ما يتشغلش ده كذا ده كذا ده كذا. على اليقين حضرتك في رمضان. فروحت البيت الغرفة مكسور يعني. وصلت هناك. طبعا حاولت ان ايه خلاص احول بقى الهزيمة النفسية دي الى ايه؟ طبعا زادت الدنيا بلتين. وانا خارج من القسم قعدت تفتكر الاوتوبيس هيبقى بعد ساعه هيبقى بعد ساعتين. فجيت الطبيب المصري ده وقلت له قصه. قال لي ولا يهمك. قلت له ايه ولا يهمك؟ انا في القسم اللي هو يعني كانه بيعامل مريض يعني الحمد لله. تعالى ايه اشتغل عنده حوالي 6 اسابيع. قلت له من اسابيع لغايه ما انتقلت لمستشفى ثانيه او ثالثه. فبالتالي حاجه زي كده تجربه طبعا كده خدت الدكتوراه وصلت فيها وكل حاجه صدت فيها الحمد لله. عايز اسمع رايك انت. وبعدين حضرتك عن قصه شخصيه او عن شيء انا القصه وصلنا لا يؤمن احدكم حتى يكون بل يقيه ما يحب بنفسه. فخلينا نكون احنا من نزع التفاؤل للاخرين بالعدل. موضوع العدل كل موضوع التفاؤل لم نذكر موضوع العدل. ونحن اكثر مشكله كنا نعاني في سوريا هي موضوع الظلم. ووجدنا للاسف انه نحن حتى الان نظلم انفسنا. بس حبينا اعلق التعليق البسيط والله يجزيكم خير. يعني التفاؤل مهم جدا، يعني نتعلم من الاخرين التجارب بتاعتنا واساس من الاساسيات مش بس التفاؤل لبناء المجتمعات وبناء كل شيء. طب حضرتك كلمت قبل كده؟ لا طب خلاص هنا الاثنين وبعدين ثلاثه انا اقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مازن محمود جمعيه ريف الدب عن المنطقة الحدودية. في رمضان الماضي كان الخبز حاجة ضرورية طبعا وغالي جدا للمواطنين. وصلت الرقم الخبز الوزن كيلو حوالي المواطنين اللي هن أصلا عخطنا وهن يعتبروا مكان مرابطين. بفضل الله عز وجل لنا مشاريع لكن ننتظر الأمل بالله عز وجل. إلى أن بدأ مع موسم الشتاء شاركنا بموسم بلمس الدفا في بوست. عقدنا مع مخبز، ما اشترينا مخبز، عقد مع مخبز يفوز لنا اياه بالمجان. وما زلنا عم نسوق للمشروع انه البلد بحاجه البلد بحاجه. فكان فضل مشان ما يكون في عرض كثير وبالتالي يصير في هدر في الدعم، لما يكون واقف الدعم بنشتغل احنا. فسببنا 100 ليره. ويفضل لله هلا ماشي رب الله عز وجل، لكن لابد للتفاؤل من عمل ومن تخطيط. حضرتك والله العظيم قول ها بالرسمه ها الشعر اللي من بيقولك. السلام عليكم. طبعا انا بدات تجربتي في
صرنا اضراب كرامي لما صار عندنا شيء اسمه اضراب كرامي، ضيعة صغيرة بخمس ست آلاف نسمة، فيها موظفين فيها مدرسين، فأضربوا المدرسين على المدارس وروحوا آخر الشهر يقبضوا الراتب. نهاية الشيء زعزع فيه كثير، إنه طلاب ممنوع الدوام، روحوا ممنوع إعطاء دروس. فتحدينا أنا وشخص اللي هو ابن عمتي كان قدوتي في الجامعة، وأي شيء استشيره فيه كان الأول على الجامعة، هو كان مدرس ويقول لي أنا خلص ما بقى أعطي دروس. طيب أنت إضراب كرامي على سبيل مين؟ يعني سبيل ابنك وأخوي وابن عمي. فجينا أنا وشخص حطينا فكرة أنه نعمل مع مشروع معهد شرعي في القرية، لأنه مثل النظام يعني أنه نفتح مدرسة ما بيخلونا. فحطينا مشروع معهد شرعي كلها متطوعين، كلها طلاب جامعة تركوا وقف الدراسي، 23 متطوع. حطينا برنامج مدرسي كامل فقط في عندنا مادة قرآن ومادة حديث اسم معهد شرعي للتمويه يعني، وإلى هنا فهددناهم في إحدى الجهات المسلحة. بلشنا أول سنة صفر ليرات، ثاني سنة جانا دعم 1000 ليرة سوري، و 4000 منها طلاب، شيء كان عدد 300 طالب. بلشنا السنة اللي بعدها جابوني، أنا ما ندرس يعني شرعي، ولكن جابوني تعبتك تصير مدير المعهد الشرعي. جينا فالشرعيين نهروا بين بعض، أربع أقسام قسموا إيش بدنا نعمل. عندنا ثلاث جوامع في الضيعة، يعني بعد تفكير طويل إنه خلاص أنت روح على المسجد الثاني خذ طلعتك لهونيكي وبلش شغل، وأنت على المسجد الثاني كل واحد حر دور على جهة مالها إيش ما بدك أعمل، عشان نفصلهم عن بعض ما يصطدموا. الحمد لله 20 حافظ للقرآن، كان صفر حافظ، كل 20 حافظ وحافظ للقرآن، واستمروا لحد الآن. الأساتذة كانوا يحاربونا يسكرون المدرسة ينطفون على الحيط. الأساتذة كانوا يحاربونا قال لك بيرجعوا لعودي مشان يوصفوهم عندهم. السلام عليكم، أنا مروان حناوي من الأردن. أنا حسن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، إنه الإنسان يتفاعل لا لرزقكم كما يرزق الطير، تبدو خماسة وتروح رفاعة، ولازم أن يكون يتزامن مع الاتكال فسيلة فليغرسها. النقطة الأخيرة إنه لازم يكون في الاتكال والعمل أنا بالديان والتفاؤل على الإسلام في كل الدنيا، لكن توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتشر الإسلام في كل الإسلامية، وانتشار الإسلام جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ما حضرت مني أنا أقول لك دلوقتي شو بحكي. أنت محاضرة ولا؟ لا محاضرة. طيب. تجربة عابرة وقررت. طيب. خلصت بعض الأجزاء، ولكن لقيت الوقت الناس ما يكون بينها القامات إن أنا أشارككم التجربة، لعل تصححوا لي لعل راح أستفيدوا في الدنيا. أنا وأنا صغير شفت فيلم صغير عن واحد مليونير شاب، عجبني الفيلم كتير بجانب طبعا بعد الوقت لاني لقيت معظم المليونيرات كلهم عواجيز، فقلت انا وانا على سن الاربعين بدي اكون مليونير. بعد ما اتخرجت من الجامعه انشات مؤسسه اسمها الترمذي، ممكن هالمؤسسه انشاتها عام 1422 من الهجره، انشاتها في مصر منطقه المعادي شركه الترمذي ورخصتها، لكن غلطت غلطة بسيطة ان انا دخلت في الاقتصاد السياسي، انا كان عندي طموح سياسي وكان لي تجربة ما راح احكي عن تجربة سياسية. في خلال سنة بالضبط اجرت ثلاث محلات، اشتريت شقة، اشتريت عربيتين، وبدأت عملي استخدمت كل ما يمكنني من موارد وعلاقات وخبرات ان انا اوصل للمستوى المادي اللي انا عاوزه. لكن اجت الاحداث في مصر كل شيء راح في لحظة، طلعت في مصر 30/8/2013 اضطريت اعمل توكيل عام وتخليت عن كل شيء. طلعت على السعوديه طبعا لاخواتي هناك. هناك في السعوديه بصيت البيئه لقيتها غير مناسبه ابدا، كان عندي امكانيه اني اقعد في السعوديه وجهت الوظيفه وقعدت بجانب عملي كنت بشتغل على عده مسارات تجاره اقتصاد عده امور. وانا في السعوديه بعد الحج استعنت بواحد وعملت نفس اللوجو، رحت قلت راح احول الفكره اللي موجوده عندي هجمع المال، انا لسه على هدف ان اكون مليونير، لكن امبارح انا لو تفتكروا اتكلمت عن الموارد الماديه والبشريه والانسانيه، حاليا بجمع الارض. طبعا قابلت المشاكل اللي هي بسبب مشاكل الدواعش موضوع الموارد امبارح جنب، لكن انا متاكد متفائل ان على 40 سنه دي راح تكون مؤسسه تدعم مثلا بناء القدرات في العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله مع
عجبناش الشعر طلع كون عسلي لون. لا هيعجبك. انا اكون واقعي. طيب الصراحة انا اكون واقعي صغيرة بعد ما يعني استحر القتل. ثورة الشامي على الفجر مرتد وقاضيه الظلام، كان روحا يمنح اليأس حياة قبل ان يخطفه الموت الزؤام، كان ثوبا من اباء الثائرين قبل ان يرخى على الوجه اللثام، كان جسرا لعبور المتعبين بينما كانوا جسورا من حطام. ثورة الشامي على الفجر السلام، أمة تسبى لكي يحيى الإمام. جاءتني رسائل كثيرة، أنت متشائم، أنت خرجت من يعني من كل شيء اسمه تفاؤل، فكتبت تجربتي صراحة في التفاؤل وعنونتها بين الوهم واليأس والتفاؤل. أرجو أن أجيب على كل التساؤلات. أقول فيها: قالوا تفاؤل، قلت ما يعني التفاؤل؟ أوزع الأوهام أو فيها أجامل؟ هل أرقب الصبح المغرد بالبلابل والكل بالبارود يرميها بوابل؟ ومتى سيكتمل البناء وكيف ذا والمعول الهدام؟ نحن مع المعاول. وإذا تركت الأرض بورا هل تراها سوف تنبت ثم تحصدها سنابل؟ وإذا مشيت العكس من درب الوصول فهل تظن ولو مشيت الدهر واصل؟ إن كنت أميا وأنت ملازم جهلا فهل تأتي بما عجز الأوائل؟ نصر يأس. لا يأس من نصر الإله وإنما مما تفرق من كتائب أو فصائل، ممن تفرقهم وتشعل حربهم حتى الفناء محتما سام الجمع، يورده الهلاك وكل ذاك الجمع غافل، ممن تحكم سم من كل من يفتي به وإن شيخ قائل. التفاؤل. إن التفاؤل أن تعيش الحق لا تخشى ولو عدد الرمال جموع باطل، إن التفاؤل أن ترى الطاغوت قزما لو جيوش الأرض جند من جحافل، إن التفاؤل أن يظل القلب حرا إن تكن الأجساد جرت بالسلاسل، إن التفاؤل أن يكون القلب فجرا كلما اشتد الظلام يقول زائل، وإذا التفاؤل أن تظل مقاتلا لو كنت وحدك فاشهدوا أني مقاتل، إن التفاؤل يستمد من الإله توكلا والله ألزمنا الوسائل، لا فرق بعد إذا غلبت وإن غلبت وإن قتلت على الهدى أو كنت قاتل. شكرا 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 شكرا. طبعا الحمد لله في تجارب كثيرة عرضة، والحمد لله ما فيش حد فينا عنده علم لدني، حتى سيدنا موسى عليه السلام ربنا هداه بسيدنا الخضر، فالمتحدث ليس اعلم من السامع والسامع اعلم من المتحدث باذن الله سبحانه وتعالى. يعني تقريبا تعدينا 10 دقائق دلوقتي في الجلسه وعندك كده دقيقتين ترتيب للقلوب وعين فيه، هناخد بريك ونرجع الساعه 11 يعني ايه دقيقتين كده. وعارف بس هو بياخد الشاي والقهوه والحاجات دي كلها ان شاء الله. صلي لنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. هلالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب، هلالك كم تحن كم يردد يا حبيب، وكم باتت بحرقتها عيون يؤرقها
حبيب الله لي أمل وإني لأعلم كم زللت وما أصيب وأعلم أن زلاتي كبار وأن الفذ ليس له ذنوب فهل لا كنت ذاك الفذ يوما وأنت لي المداوي والطبيب وكفك تمسح العبرات مني وثغرك سيدي مني قريب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. ان شاء الله ناخذ ساعه كم دلوقتي؟ قدام حوالي 15 دقيقه كده، ربع ساعه شاي وقهوه. الجلسه الجايه هتكون على التفكير الاستراتيجي، كانت تقيله شويه عن الجلسه دي، كنت تقيله شويه عشان كده ما رضاش ابدا تقيل.